عمرك يوم فكرت ازاي تفكير الشخص التاني ووجهة نظره تكون؟ شوف الدنيا بشكل جديد وتصرف زي الشخص التاني في يوم. حاول تشوف الكون بعيون مختلفة، جايز تفهم حاجات تبقى مفاجأة، انه ممكن حد يكون كمان بيفكر وجهة نظرك انت ايه. حاول تكون حاسس بالناس وتقول هساعدك لو محتاج ليكون معاك، خليك كريم وخد من ناس، وحتى انغلت تقول بسيطة ده فداك. خليك صبور اوجد مكان ومد ايدك للي تايه او تعبان، ده مش كتير ولا هو الصعب، ده احلى حاجة نكون دايما حاسين ببعض. حاول تكون حاسس بالناس وتقول هساعدك لو محتاج ليكون معاك، خليك كريم وخد من ناس، وحتى انغلت تقول بسيطة ده فداك. خليك صبور اوجد مكان ومد ايدك للي تايه او تعبان، ده مش كتير ولا هو.